Well, a lot has been حسنا، mostly shut إلى down. I think their shipping تقريبا كانت قد deliveries are أغلقت off by السفن 80% since the war ووصول started, السفن since Houthis تقريبا started انخفضت operating ب80% in the منذ Red أن Sea. بدأ الحوثيون And so there has been بأعمالهم في a البحر real economic الأحمر، فقد impact. كان هناك أثر اقتصادي If حقيقي. we'll do a thorough وأعتقد investigation أن إسرائيل تقوم about بتحقيق how this كامل projectile ومعمق this حول missile كيفية managed to وصول هذه القذيفة أو escape هذا Israeli الصاروخ، defenses. Of وكيف course, أنه no تجنب كل missile الدفاعات anti-aircraft الإسرائيلية. anti-missile system وبالتأكيد لا is يوجد هناك 100% نظام مضاد effective. للصواريخ We've يكون seen عامل that it's really ب100%. really رأينا أن إسرائيل unfunded قد قامت missiles or بإسقاط four with 3 the use صواريخ of Arrow قادمة أو ربما 1 أكثر the باستخدام منظومة advanced السهم anti-missile system. والأنظمة الأخرى A المضادة ballistic missile للصواريخ، rocket قاموا Caliban بإسقاط incoming. هذه And so, الصواريخ. this I لذلك think was فأعتقد a bit of luck أن that it هذه didn't hit كانت a target ضربة حظ، civilian casualties وحيث involved. أنهم I لم think that would have يقوموا caused an escalation. We لم know that يقم هذا Israel الصاروخ doesn't fire بأحداث آثار أو خسائر، ومع أنه لم يتم إسقاطه من قبل القبة الحديدية أو المنظومات المضادة للصواريخ. عندما تأتي هذه الصواريخ فإنها لن تقوم بضرب أهداف ذات قيمة، فلذلك أعتقد أنهم سيقوموا بهذا الأمر، وقد يقلل هذا من نسبة التصعيد. المسألة هي أنه لا تتعلق بإذا ما كانت إسرائيل ستستجيب، ولكن المسألة هو أن الولايات المتحدة، المملكة المتحدة والأعضاء الآخرين لمثل هذا التحالف سيقوموا بأي عمل في البحر الأحمر، وأن لا يروا أن الحوثيون وحزب الله أن لا تكون هناك حرب معهم. بالتأكيد هم لا يريدون جبهة أخرى، ولكن بالتأكيد هم يريدون عملية تقليل التصعيد لضرب هذه الصواريخ والسماح لها بضرب أهدافها في إسرائيل. لو أن هذا الصاروخ قد ضرب مدرسة خلال النهار الصباحي كنا سنتحدث عن وضع آخر. وإن لم يحقق هذا الصاروخ أي أضرار أو ضربة ذات قيمة كما تفضلت، وهذا الأمر واضح وأنه سقط على منطقة مفتوحة، ألا تعتقد من جهة أخرى أنه سيشجع جماعة الحوثي بزيادة هذه الهجمات ومحاولة إلحاق أضرار أكبر، لأنهم هذه المرة الأولى التي يحققون بها مثل هذا الاستهداف؟ نعم حسنا، اسمع، بالتأكيد هم يودوا أن يحققوا خسائر وإصابات سواء عسكرية أو مدنية من السكان الإسرائيلي. بالتأكيد هذا هو هدفهم ولديهم وسائلهم للقيام بهذا الأمر، ولكنني أعتقد أننا سنراهم يطلقون هذه الصواريخ وصواريخ الكروز بغض النظر. هذا هو جزء مما يسمونه المقاومة، وسنرى هذا لزمن. هذه الطريقة التي يعمل بها الحوثيون، هذه هي الطريقة التي يعمل بها الحوثيون، وأعتقد أنهم ملتزمون بالقيام بهذا الأمر، وهم يريدون أن يقوموا بتسبيب الخسائر وسيستمرون بهذه الحملة. فنعم، ربما سيتشجعون من هذه العملية ومن هذه المحاولة وسيستمرون، ولكن بغض النظر سيستمروا بهذا الأمر سواء كان هناك خسائر أم لا.